Good evening, ladies and gentlemen. Tonight, we gather here to celebrate the 20th edition of the Marrakesh International Film Festival. هذا العام بما أنه الدورة العشرين فهي إديسيون سبيسيال تخي سبيسيال لأنه كما قلتي 20 عام عمر الواحد الإنسان ملي كيوصل لعشرين عام كيكون اكتمل النمو ديالو النضج ديالو فما بالك بالنسبة للمهرجان كيكون صافي يعني تخطى داك الشيء ديال المشاكل والعراقيل وكيكون غودي كما كنقولوا. التحضيرات ديال هذا العام بالتحديد كانت مميزة اولا في الظروف اللي كيعيشها العالم في هذه الوقيته اللي كيعيشها المغرب من مور زلزال الحوز بزاف ديال الحوايج يعني تزامنوا مع هاد العشرين سنه في نفس الوقت احنا يعني باغي نحتفلوا بها وفي نفس الوقت كنحاولوا نراعيوا بزاف ديال الحوايج ولكن بما انه السينما هي شيء مواكب للحياه ديالنا السينما كتخرج من رحم الواقع المعاش الحياه فدائما خاصها تواكب مهما كانت الظروف لا ما نقدرش نقولوا نبيلة سيني فيلم بصراحة يعني أنا كنت منا أن نرتقي لهذا المستوى ولكن مع الأسف بحال قلتي مخودة بالأخبار اليومية ماشي بالضرورة السوشيال ميديا ولكن مخودة بالأخبار كتلقيني أكثر أخبارية على فيلموية صراحة والفيستيفال كيكون فرصة أنني كنمشي كنطالع شوية كنشوف كنقرأ شوية على لي فيلم باش على الأقل باش مني يكون معك الفريق ديال فيلم معين تكون عندك فكرة على الفيلم لما قدرتي تشوفه لأن تبارك الله الأفلام راه كثيرة فلا طبعا كنت من نفو واحد النهار يكون عندي الوقت الكافي ونشوف كاع الأفلام ونوليت أنا مولوعة بهم بعد المرات كنحس بأنه بحال كنخرج من الفورماليتي ديال الحاجه ما كنبقاش فورمال كنولي ان فورمال لو كنا نورمالمون خصني نكون فورمال دونك لا كتوقع لنا طبعا لان عاوتاني الواحد مهما قالوا له خاصك تكون عليه مقيد بالوقت هذا ولكن كيبقى انسان وخصوصا الا كان الطبع ديالو هو اصلا مازال كيشوف راسو اصلا طفل فما بالك باش يشوف يعني انه عنده مسؤوليه كبيره ويكون شي حد حداه وهذا لا طبعا كتوقع لي كثير ان كثير من الاحيان كنكون انا معجبه بشي فنان ولا هذا كتلقاني يعني كنسرح كنسى راسي عاد ولا كنت نهضر معاه في شي موضوع واحد اخر على كو نورمال مخصني نسولو ولا لا كتوقع وهذا هذه الحياه السهرات اللي كنقدمهم والمهرجان فيه طبعا يعني كثير لي روبريك كثارين ولكن الفقره او القسم اللي انا كنقدمه هو تقريبا الاكثر تعقيد لانه كيكون مربوط بالترجمه باش كلشي الناس اللي كاينين في لاصال الا لاحظتي خاص ثلاثه ديال لي لونغ فانت ما خاصكش تخرج بزاف من الـ يعني من داكشي اللي خاصو يتقال في الترجمه ثاني حاجه الاستعدادات ديالو خاصهم يكونوا يعني في الفريق الكبير اللي كيخدم عليه لان غالبا كيكونوا مصورين فعندك الصوره عندك الضوء عندك الميكرو شحال من حاجه خاصك هادو هما تقريبا حنا كنقضيو فيهم الوقت الكبير ديال النهار يعني بالاضافه طبعا للمحتوى ولكن راه سورتو لي ريبيتيسيون تكنيك هما اللي كياخذوا شويه ديال الوقت منين غتخرج منين تمشي باش ما تبانش بان داكشي فهمتي ما انت تالف ولا ما عرفتيش فين ماشي ولا شكون هذا فكلشي كيكون بدقيقه وهذا الشيء ما كيوصلوش الواحد الا ولا يعني دار تدريب لي ريبيتيسيون هما يعني نقطه الحسم كنحس براسي ارتبكت بزاف كنبتسم لان هذا هو الحل الوحيد شنو ما عنديش ما ندير وعندي فهمتي عندي بزاف الناس كيهضروا معايا بعض المرات كيكون حتى الارتباك ما جايش مني انا اصلا يعني انا كنكون عارفه شنو ندير وكاين واحد كيقول لك لا اغوش بعد ما كيقول لك نو باردون سيتي ا دووات وانت اللي سور سين فبون هادشي الحمد لله ما كيبقاش بزاف لان عندنا كومون ايكيب تكنيك وهذا الله يعطيهم الصحه صراحه ولكن كتوقع لانهم كلهم اترومان بحالي فالارتباك ديالهم ما خصوش ترجم عليا ولا شي حد ارتبك عليا خاصني انا ما نرتبكش على الناس وبالتالي كنبتسم هو الزملاء اللي معايا مغاربه قلالين شويه في القناه اللي كنشتغل فيها ولكن في الميديا سيتي في المجال اللي حنا فيه في البلاصه فين كنخدموا كاينين ودابا كاينين
اكثر من شحال هادي. يعني انا مثلا فاش مشيت للامارات في 2014 كانوا قلال بحال دابا. انا مثلا فاش كنت في الحره كنت الوحيده اللي مغربيه، ما كيعرفوش كيعرفوا حتى شي حاجه على فهمتي، ما كيعرفوا حتى شي حاجه على المغرب، ولكن ما عمرهم خدموا مع شي حد من المغرب. ولكن دابا لا، كيملوا بزاف بزاف، ولا يعني كينتاجوا اكثر لدبي وهذا. المستوى ديالهم صراحه رائع، انا كنفتخر بهم، لان ماشي كيجيو كيوصلوا بحال كتحس بهم دايز عليهم بزاف ديال الاشياء هنا في المغرب باش عاد وصلوا لهذاك النقطه. الطريقه باش كيتعاملوا مع الخبر، الطريقه باش كيتعاملوا مع الناس الثانيه، انا بعدا كتشرفني ملي كنشوفهم كيخدموا كيعجبني الحال.